السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحيح، لاباس، اموركم مزيانه ان شاء الله. هاد لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف يا ربي يا ربي. البنات اللي يلاه تواصلوا معنا واللي يلاه تلحقوا بالقناه، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الحمد لله القناه كلها استفاده وافاده. اليوم ان شاء الله غندير معكم الدرس، التتمة ديال الدرس الرابع، اللي الدرس الرابع اللي كنا خدمنا فيه الغرزة ديال التعمار او الحشو ديال الوريقة والدائرة، وخليت لكم هاد جوج وريضات او جوج رشيمات تعمروهم. اليوم ان شاء الله غنديروا التتمة كيفاش غنعمروهم. بالنسبة للبنات اللي كيجيهم العمارة ديال الساق كتجيهم شوية صعيبة، هاد الطريقة كيفاش كندير. انا تراسيت هنايا باش ما يجيش الفيديو شوية طويل، تراسيت ودابا غنتمي غاديه بالعماره. البنات كيف ما قلت لكم وكيف ما سبق ودائما راه غنبقى ناكد لكم، البره راه كتبقى بحال هكا دائما، بين صباعي هو الفتحه ديال البره، والظهر ديال البره كيكون في الخلف ديال صباعي بحال هذا الشكل، هذا بحال هكا البنات. وغنبقى غاديه كنطلع وكنزل. ها انتم انا انتقل لكم الفيديو، ها انتم البنات كندخل البره كامله ونهز غير شويه، وكيكون السطر لاصق على خوه، ما كنبعدوش باش الخدمه كتجي شاده، والخيط ديما بحال هكا شيط عندي وفوق من يدي. كنتمي هذا الشيء راه كله كاين في الفيديوهات السابقه، غير هذا بالنسبه للبنات اللي باقين يلاه كيتعلموا، كندير معاهم خطوه بخطوه. صافي ودابا غنكمل هذا الساق كامل بالعماره. هاد الطريقه ديال التعمار ديال الساق هي هذه، كاينين جوج طرق، كاين هذا الشكل هذا اللي كتبقاي غاديه معاه وهي اللي كتعجبني وكتعمر لي عيني، وكاينه الطريقه الثانيه اللي هي هكا. هاد الخدمه البنات انا غنوريها لكم، هي صحيحه ولكن في كتوحلي، انا نوريك في كتوحلي. هي اللي كيدير بحال هكا، ديري اي طريقه انتيايا ارتاحيتي فيها، ولكن في الاخر راكي غترجعي غير لهذه، غير هي حاجه وحده تحافظي عليها، وهي ان الخدمه تجي مدكوكه وتجي ملاصقه مع بعضياتها. ها انتم انا راني نسيت ورجعت درت الخدمه ديالي. باغا نوريكم الطريقه اللي كيديروا، ولكن كتجي شويه ماشي كتجي صعيبه، ما كتلقيش في الاخر فين ترجعي. ها انت كتبقى مثلا البنت كدير بحال هكا، كتطلع وكتنزل، حتى كتسالي هاد الفاس كامل، ملي كتبغي ترجع تبدا ثاني كتولي واحله. انا غنديرها معكم دابا ونوريكم الخطا اللي غطيحي فيه الا مشيتي تتميتي غادي بهذه الطريقه هذه. اولا كتجي كثيره كتعييك، ثانيا نوريكم غير باش تشوفوا الفرق ديال الخدمه. ملي كنوصل هنا واش يمكن ليا البنات نرجع بحال هكا باللور؟ ما يمكنش، كنضطر انني نرجع. شوفوا راني دورت المرمه، البرارة ما تقربتش ليها، هانتي وكنجي وغندير خط بحال هكا ونرجع. ولكن هاد الخدمه غتجي مرونه في الاخر، اللهم انت مي غادي بهذه الطريقه هكا. ديما نمشي بخط مائل، نمشي بخط مائل، نتمنى الطريقه تكون مفهومه واضحه، والحمد لله راه ما كنديروا حتى شي حاجه صعيبه، راه كلشي باين البنات. افترضوا انني بغيت نبدل البوزيسيون، اش غندير؟ البرشتوها هي كتخدامه بيها، هي كتخدامه بيها، ما غنقربش ليها، غندور المرمه هي اللي غندور مثلا، وغندير بحال كونطلع مثلا. عييت من هذيك الجهه وضروني صباعي وبغيت نبدل. البنات ما تنساوش صبيعات جوج راه ما بين الخدمه. شوفوا الخدمه كي جات، شوفوا الخدمه ديال
الدرس اللي سابق. ها هي باقة مزيانه. هذه الخدمه اللي بديت دابا نفس السمك. البرار ندير في سنتيمون ونص، راني قلتها لكم، غير كنبغي نفكركم. المهم نكملوا البنات، هانتوما رجعت للوضعيه ديالي الاولى، وريتكم غير كيفاش الا بغيت نبدل الشده ديالي انا في الخدمه. كنبدل المرمه، ما كنقربش للبرا. البرا ديما الظهر ديالها من خارج الخيط هو البلاصه الخدمه، والوجه ديالها في كاينه الفتحه ديالها هي البلاصه اللي كتكون كتضربي فيها، تكون خاويه ما فيهاش الخيط. وجه كيشوف في الثوب، والظهر كيشوف في الخيط اللي كنا نضمناه اللور. بحال هكا صافي، غنبقى بحال هكا حتى نسالي الخدمه اللي عندي. شيطو ديما الثوب، داك الخيط خاصو ديما يبقى شيط عندكم، ما تبقاوش تجرو من الكبه باش الخيط يخرج ليا من التحت، باش الخيط هذا اللي كندفعو بالبرا يخرج ليا من التحت، يكون مرتاح ما يكونش مجرور. ايوا صافي، ها انا ساليتو، ها هي الخدمه باينه. ها الخدمه داويه على راس الراس بلا ما نبقى انا نهضر. صافي انا ساليت، وهذا راه هو نفس الطريقه، انا غنخدمه معاكم وتشوفوا. ايوا غنعمر معاكم هاد اللوايه هذه بنفس الطريقه البنات، ثم قلبوا على السهله. طوروا البرا لا هكا لا هكا، خلوا البرا كيف ما شديتوها بصباعكم بحال شادين شي ستيلو، ونخدم صافي. البنات هاد البرا الشرقيه راه تخدموا بها في اي ثوب، ما تخافوش منها. هنا غنقلب المرمه وغنطلع بحال هكا دابا. نجر الخيط عندي ونتبع الخدمه. ديما نحاول نخدم جنب باش نلقى الخيط في ديك الخط ديالي اللي خدمت على الخدمه،
القافي نخرجه باش ما نقطعش ونعاود نبدا. ديما نلقى لي تخريجه، نرجع ثاني هنايا مع الدوره. بحال كتصغري المسافه اللي كتكوني كتعمريها، فهمتي؟ كتكون مثلا انا غادي هكا كتجيني كبيره وكنقسمها نهرسها من هنايا باش تصغر المساحه ونبقى خدامه، راه حيت ايدك كتعي شويه. صافي هادشي اللي كاين البنات، غنكملو حتى غنساليو هادشي كامل. انا خليتكم البنات تشوفوا بلا ما نبقى نهضر ونبقى نبرزطاكم، راه كل شيء واضح في الفيديو. وصافي وهنا ساليتها، صافي ها هي ساليتها كيف ما كتشوفوا البنات. غنقول لكم الا خدمتوا هاد العمارات ديال هاد الرشمات هادو، غنقول لك اختي بلا ما تبقاي تعلمي في الطرف ديال الثوب، سيري خدي ثوبك فصليها عند الفصل اللي كيفصل لك مزيان، طراسيها وخدمي جلابيتك بالصحه والراحه. ما عليا الا نقول لكم وصلت النهايه ديال الفيديو، ما تنسونيش من المتابعه والمشاركه وديروا لي لايك لي ميساج، خليوا لي الكومونتيرات. اللي بغات تواصل معايا في الواتساب مرحبا، راه كنخلي النمره ديالي، وكذلك في الانستغرام كنحط الفيديوهات والخدمه اللي كنخدم. مرحبا بكم جميعا البنات، ما تنسونيش من خالص الدعاء. الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.